بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة. يقول الإمام البخاري: باب الصلاة في الثوب الأحمر، يعني مشروعية أو جواز الصلاة في الثوب الأحمر، ولكن لم يجزم بالحكم أيضا في المسألة، مع يعني المسألة مسألة خلاف، ولكن الحديث الذي أورده يشير إلى الجواز، مسألة فيها خلاف معروف. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، يعني من جلد، فرأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تساقط من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، يعني يتبركون بالماء المتساقط من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم. قل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة يتبركون بأبي بكر وعمر، ولم يكن تابعون يتبركون بالصحابة رضي الله عنهم. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، عنزل عبارة عن رمح يعني قصير يعني مدبب الطرفين، كانت تحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يغرون من بين يدي العنزة، يعني خلف العنزة، ليس بين العنزة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد يعني هنا قوله خرج في حلة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. فقول باب الصلاة في الثوب الأحمر يشير إلى الجواز والخلاف في ذلك مع الحنفية، فإنهم قالوا يكره، وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر، وده اللي رجحه أيضا ابن القيم في زاد المعاد، إنها لم تكن حمراء يعني صافية، ولكن يعني فيها فتلة سوداء وفتلة مثلا إيه حمراء. وهذا القول قول الأحناف الذي يعني يذكر هنا، يعني هو الراجح والله أعلم، أنها تكون حمراء يعني صافية ولكن فيها يعني فتلة يعني حمراء. وتأول حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط الحمر. ومن أدلة ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه، يقول هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع يعني في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن لأن في سنده كذا، وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عرضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين، يعني هذا الحديث يعني مرور الرجل بالحلة الحمراء عليه ثوبان أحمران والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد عليه، يقول هذه واقعة حال، يعني يتطرق إلى الاحتمال لعله يعني لم يرد عليه سبب آخر، فيحتمل يكون ترك الرد عليه بسبب آخر، وحمله البياقي على ما صبغ بعد النسج، وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه، ولكن الجمع بأن هذا يكون مكروه يكون أولى والله أعلم، أو أن أنها لم تكن حمراء، ليس النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء يعني قانية، ولكن يعني فيها فتلة يعني حمراء وفتلة سوداء. قال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة كان من أجل الغزو، وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن إذ ذاك غزو، لأن كان قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر. قوله: أخذ وضوء، أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الواو، أي الماء الذي توضأ به، وقد تقدم سلال مصنف به على طهارة الماء المستعمل، ويأتي باقي مباحثه في أبواب السطرة إن شاء الله تعالى. باب الصلاة على السطوح والمنبر والخشب، يعني جواز الصلاة على السطح وكان مرتفع يعني خلف الإمام والإمام في المسجد، والمنبر، والمنبر اللي هو واضح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس الصلاة علمهم على المنبر، كان يقرأ ثم
يركع إلى الأرض أن يسجد ينزل على الأرض، والخشب هذا المنبر من خشب. قال أبو عبد الله يعني البخاري: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد، قيل الجمد اللي هو التلج، وقيل يعني الشيء الجامد، والقناطر، وإن جرى تحتها بول لو كان بينه وبين النجاسة حائل، أو فوقها أو أمامها، إذا لم يكن إذا كان بينهما سترة، يعني إذا كان في حائل بينه وبين النجاسة، يعني هو على قنطرة والقنطرة بتعدي على يعني ماء مثلا مجاري ونجس مثلا يعني. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، يجوز أن المأموم يكون أرفع من الإمام، والحديث الذي أورده يشير إلى جواز أن يكون الإمام أرفع من المأموم أنه يصلي على المنبر أو مكان مرتفع. وصلى ابن عمر على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقى في الناس أعلم مني يعني به يعني هو من أثل الغابة، أثل شجر يعني في الغابة مكان في المدينة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة تكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، كل هذا على المنبر، ثم رجع القهقر يعني نزل من على المنبر، رجع بظهره حتى لا يترك استقبال القبلة، فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقر حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله يعني البخاري: قال علي بن عبد الله يعني من المدينة اللي هو يعني شيخ البخاري هنا هو من طبقة الإمام أحمد، قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى يعني من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. والحديث هنا من رواية علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة، وأيضا الإمام أحمد يعني روى عن سفيان بن عيينة، ولكن ورد في المسند أنه ما رواه مطولا يعني بهذا السياق، ولكن رواه مختصرا. فقول باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب يشير بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماما. والجمد يقول: الماء إذا جمد، وهو مناسب لأثر ابن عمر أنه صلى على الثلج. قول صلى أبو هريرة على سطح المسجد أو على ظهر المسجد، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة، قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد المنصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد يعني تقوى به. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم يلقب بصاعقة لشدة حفظه، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سخط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يخربهن يعني شهرا. والإلاء الشرعي ليس كذلك، الإلاء أنه هو يحلف ألا يخرب امرأته، يعني يتركه الإمام أربعة أشهر، إما أن يفي وإما أن يطلق الإمام عنه، فهذا أشبه الإلاء أنه ألا ألا يخرب نسائه شهرا، ومكث يعني في مشروبة حجرة يعني مرتفع عن المسجد لها جذوع يعني من طبعا من خشب، ودخل عليهن بعد 29 يوما، فقالوا: أليت شهرا؟ فقال: الشهر 29، لأن الشهر العربي يمكن أن يكون 29 أو 30. فجلس في مشروبة لها درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا صلى الله عليه وسلم وهم قيام العذر طبعا المرض، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. طبعا يعني نفس السلام يعني صلى يعني جالس فصلهم جلوسا.
وهم جلوس، ولكن هذا منسوخ يعني بال يعني في مرض الوفاة قبل الفنوية بأيام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى قاعدا وصلى أبو بكر قائما وصلى الناس قياما، فقيل أن هذا منسوخ، يعني أن الإمام لو قعد لعذر مثلا يعني مرض أو شيء من ذلك فالمأمومون يصلون قياما، لأن هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ونزل لتسع وعشرين، فقالوا يا رسول الله إنك أليت شهرا، فقال إن الشهر تسع وعشرون، فينطبق على شهر ثلاثون وتسع وعشرون. وطبعا الحديث يعني فيه يعني ما ترجم به من الصلاة على الخشب والجمد وغير ذلك، لأن المشروبة كانت مكان مرتفع مصنوع من الخشب. يعني يقول الغرض من هذا الحديث هنا صلاته صلى الله عليه وسلم في المشروبة وهي معمولة من الخشب، قال ابن بطال وتعقب أنه لا يلزم من كون درجها من خشب أن تكون كلها خشبا، فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز صلاة على السطح إذ هي سقف في الجملة. ويأتي الحديث بعد ذلك في أبواب الإمامة. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، وخاصة إذا كانت حائضا والحيض يعني في طهارة يعني نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية، يعني فالحائض والجنوب يعني في نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية. فإذا أصاب يعني ثوب المصلي يعني المرأة وهي حائض فما فيش بأس يعني بذلك، أو لا ينتقد يعني شرط من شروط صحة الصلاة هو الطهارة. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني، كنيته أبو إسحاق، مشهور بالكنية أكثر يعني أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه أو حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة، وقلنا الخمرة يعني زي فرشة صلاة صغيرة للرأس يعني يضع عليها رأسه، وإذا كانت كبيرة فتسمى حصيرا. يقول كان يصلي على الخمرة. قال ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على وجه المبالغة في التواضع والخشوع أن وجهه يأتي على التراب. ولكن طبعا عمر بن عبد العزيز يعني من التابعين يعني من صغار التابعين، ففعله ليس حجة يعني شرعية، فلعله كان يفعله على سبيل التواضع والورع فلا يكون في مخالفة الجماعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة ابن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، ولكن الصحيح الجواز أن لو أي شيء دون الأرض زي مثلا خمرة أو حصير أو شيء يحل بينه وبين التراب فجائز. وكذا روي عن غير عروة ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه. باب الصلاة على الحصير. يقول وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا، يعني إذا تمكن من القيام، لأن القيام من شروط صحة الصلاة أنه يقوم يعني. فإذا كانت سفينة كبيرة كالموجودة الآن فيسهل، ولكن لو مركب صغيرة يصعب أن يصلي وهو قائم، فيجوز أن يصلي جالسا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يعني مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس يعني ما فرش، فنضحته بماء يعني أرادت تليينه أو تنظيفه فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم.
واختلف يعني في جدة. طبعا أنس ابن مالك هو ابن أم سليم، وأم سليم تزوج أبو طلحة كما ذلك يعني. والضمير جدته في قالوا يعود إلى أنس، فتكون هنا مليكة تكون أم سليم. ولو عاد على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هتبقى أم سليم، لأن يعني عبد الله بن أبي طلحة يعني أخو أنس يعني من أمه، فيكون إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يعني جدته أم سليم. والمسألة طبعا فيها خلاف يعني. وفي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أولا يعني في قصة عتبان بن مالك لما دعا أن يصلي في مكان في بيته يتخذه يعني مسجدا، فبدأ بالصلاة، ولكن هنا دعته يعني مليكة أو أم سليم على القول الثاني يعني إلى الطعام، فبدأ بالطعام ثم هو الذي عرض أن يصلي له من أجل أن يعلمهم الصلاة أو من أجل أن يتبرك المكان بصلاته صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة على الخمرة، قلنا الخمرة هي حصير صغيرة يعني يسجد عليها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني اللي هو أبو إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قول باب الصلاة على الخمرة تقدم الكلام عليها قريبا، وأن ضبطها تقدم في أواخر الحيض، وكأنه أفرضها بترجمة لكون شيخي أبي الوليد حدثه بالحديث مختصرا والله أعلم، ذكر الحديث مطولا ومختصرا. من باب التنويع لمن البخاري يحاول أن يفيدنا فائدة إما في السند أو المتن، يعني يأتي بإسناد جديد أو يكون في زيادة في المتن مثلا. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه قال وكان أو قال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. وده طبعا لو كان من كلام أنس، ولكن له حكم الرفع لأنه ينسب ذلك إلى زمن النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت تتوفر دواعي على يعني معرفته أو سؤاله، أو أن الوحي كان يعني لا يقرون على شيء خطأ، كما قال جابر كنا نازل والقرآن ينزل فلم ينهنا. فأي حديث منسوب لزمن الوحي أو كنا أو القرآن ينزل أو من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا، كل هذا له حكم الرفع يعني النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بسياقه من كلام الصحابي. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس شيخ البخاري قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته. وكما يأتي في الحديث الأخرى أن هذا على الفراش الذي يعني كان ينامان عليه، ففي جواز الصلاة على الفراش. وطبعا الفراش يعني كان فراش أيضا خشن يعني ما كان شيء يعني مرتب سفنج أو قطن أو مرتبتين أو ثلاثة، بحيث الإنسان لو سجد لا يستقر رأسه. وده يدل على يعني شدة الحياة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجرة صغيرة يعني بحيث أنه يجد مكان يعني يسجد فيه. فكانت عائشة رضي الله عنها معترضة يعني قبلته اعتراض الجنازة، وكان إذا أراد أن يسجد غمزها. وده من أدلة القول يعني مس المرأة لا يعني ينخذ الطهارة. وقال بعضهم غمزها بدون بحائل، ولكن الظاهر عدم الحائل لأن هذا الأصل يعني. فكانت يعني تقبض رجليها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قول باب الصلاة على الفراش أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا، وكأنه أيضا لم يثبت عنده أو رآه شاذا مردودا. فطبعا كلمة لم يثبت أو رآه شاذا لم يثبت يعني بالسند الصحيح.
أو شاذا، أنه يكون رواته فعلا ثقات ولكن خالفهم الأوثق، أن الشاذ مخالفة الثقة لمجموعة الثقات أو للأوثق فيكون شاذا. وده طبعا مما من شروط صحة الحديث، يعني عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. وقد بين أبو داود علته، قوله صلى أنس وصلاه ابن أبي شيبة سعيد بن منصور كلاهما عن ابن مبارك عن الحميدي يعني الطويل قال كان أنس يصلي على فراشه، قوله وقال أنس كنا نصلي كذا الأكثر، وسقط أنس من رواية الأصيلي وجعل كأنه جعل الأثرين أثر واحد، صلى أنس على فراشه فأزال كلمة قال أنس فصار وصلى أنس على فراشه وقال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. فقوله وقال أنس كنا نصلي كذا الأكثر، يعني بإثبات كلمة قال أنس كذا الأكثر، وسقط أنس من رواية الأصيلي من رواية البخاري فأوهم أنه بقي من الذي قبلهم، وليس كذلك بل هو حديث آخر كما سيأتي موصولا في الباب الذي بعده بمعنى. ورواه مسلم من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلق هنا وسياقه أتم. وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على التنافس والفراء والمسوح، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك. وقال مالك لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض، كأنه أجاز الوقوف عليها ولكن الجبهة واليد يكونان على الأرض. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس والإسناد كله مدنيون، يعني إسماعيل هو مالك بن مالك وأبو الناظر مولى عمر بن عبيد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عائشة رضي الله عنه. قول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، أي في مكان سجوده، ويتبين ذلك من الرواية التي يعني بعد هذه. قول قبضت رجلي كذا بالتثنية الأكثر، وكذا في قولها بسطتهما بالتثنية، والمستملي والحموي رجلي بالإفراد، وكذا بسطتها. وقد استدل بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية. طبعا الراجح أنه لا ينقض الوضوء، وأن قوله أو لمست بالنساء المراد به الجماع، لأن القرآن يكني بألفاظ يعني لطيفة عن الجماع، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فالمراد بالمس يعني في الآية الجماع وليس مجرد اللمس. يعني يقول وتوقف احتمال الحائل أو بالخصوصية، وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة. وطبعا الاستدلال بذلك مردود، لأن المراد المرور، مرور المرأة، وليس يعني سكونها، أن تكون الزوجة معترضة يعني الصلاة اعتراض الجنازة. لأن يجوز أيضا يصلي الإنسان جالس تجعله سترة، ولكن المرور يعني هو الذي يعني لا يمر بين يدي المصلي، ففي فرق بين المر والساكن. وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى. وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة. قال ابن بطال وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون، ومناسبة هذا الحديث الترجمة من قولها كنت أنام، وقد صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك كان على فراش أهله. قال حدثنا يحيى بن قال إمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة، يعني كاعتراض الجنازة. قول اعتراض الجنازة منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر، أي معترضة اعتراضا كاعتراض الجنازة، والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، كما تكون جنازة بين يدي المصلي عليها. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. قول عن يزيد وابن أبي حبيب وعراك وابن مالك وعروة وابن الزبير والثلاثة من التابعين
وصورة سياقه بهذا الإرسال، لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها. والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه، فدي الزيادة اللي أورد من أجلها الإمام البخاري أن هذا الفراش الذي ينامان عليه، كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب بخلاف الرواية التي قبلها، فإن قوله فراش أهله أعم من أن يكون الذي ينام عليه أو غيره. وفي أن الصلاة إلى النائم لا تكره، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، وهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به، أن لو إنسان نائم يعني وهيشغل المصلي به يعني فتكره الصلاة يعني إلى النائم، ولكن إذا كان يعني يحصل شغل الفكر به فجائز. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.